اللي فات كنت عند دكتور عبد الكريم زيادة رئيس قطاع الانتاج، الكلام ده حوالي الساعة 4، وقال لي ايه اللي انت عامله ده وبتاع. قلت له عادي ده فساد، يرد عليا كان لو انا كداب يشتكوني. المهم قال لي على فكرة ده الدنيا خربانة، والوزير عمال يتصل ورئيس المركز عمال يتصل عايزين يمشوك، وقالوا خلاص منه والكلام ده. المهم سبت الدكتور عبد الكريم طلعت بره، الكلام ده يوم الاثنين اللي قبل اللي فات. طلعت بره جاني تليفون من واحد حبيبي يعني في الوزاره، قال لي خلي بالك هيطلع الدكتور عبد الكريم يقول لك تعال معايا مكتب الوزير الساعه 5، ما تروحش. طب ليه؟ قال لي عشان ده كمين عامله لك خالد الحسن في مكتبه اللي هو مدير مكتب الوزير. المهم فعلا طلع الدكتور عبد الكريم بيقول لي يلا بينا. قلت له لا انا مش رايح، ده في هيحصل موال كذا. قال لي ما تقلقش. المهم ما رضيتش اروح لان المعلومه اللي قالها لي المصدر ده واثق فيه يعني. المهم خدت بعضه ومشيت. اتصلت بيه تاني يا دكتور في حاجة هجيلك، قال لي لا. رجع اتصل بيا تاني بعد ما شاف ان كنا ناشرين حاجات على الفيس وفي الجرايد وبتاع، قال لي دلوقتي تمسح الحاجة دي. الكلام ده هو بداية اتصاله من 5:30، تمسحها ضروري، انت عاملين حاجات على محمود مدني بتاع المناخ ده دكتور، وعلى مجموعه اللي عند مجموعه اللي هم قاعدين عند الدكتور خالد الحسن. قال لي دي تتمسح. قلت له ما ينفعش. طبعا انا نسيت حاجه يا ريس، كان الساعه 4 وانا عنده في المكتب كان اللي بيتصل بيه عبد المنعم البنا بقول له خلص لي منه. المهم قفل السكه. قلت له حاضر. ما مسحتش. قال لي يا عم احنا قاعدين دلوقتي والدكتور خالد هو قاعد، انت ما مسحتش حاجه ليه؟ قلت له انا ما اقدرش اعمل حاجه ارجع فيها، ما ينفعش. المهم ايه، قال لي طب ماشي هتندم انت واشرف علام اللي معاك ده. تهديد يعني، كل شويه تهديد. قفل السكه. رجع اتصل تاني قال لي يعني ما مسحتش بس هتندم على الكلام ده. ده كان يوم الاثنين.